نشتغلها خيو بالليرة السورية لحتى الآن. نطالبهم بزيادة أجور أو شيء ما حد يفعل يدفع. نجي لا نشتري كغلاء ها خيو، نجيت هالخبز هلا بالليرة التركية. نجيت على أي شيء بالمحلات التجارية بالليرة التركية. كعمال إحنا ما حد يعني ها خيو عم يزود لنا أجرة خالص خالص. يعني يوميتنا انكترت 2000 3000 ليرة ها خيو، 3500 هاي انكترت. بالنسبه لطعام الليره التركي بعكس موضوع جيد جدا وممتاز ما في منه. المرحله الاولى يعني المرحله الاولى كان انه يجي مستفيد كل يوم ليشتري مثلا شوى سكر تناكس زيت تناكس سمنه تمام، بس يجي اليوم مثلا دولار مثلا 2500 يسوم شوى سكر بس حقه 40000، يجي ثاني يوم دولار 2700 يسوم حقه 43000. لا في صعوبه، نحن نعاني من قله الشغل بسبب ارتفاع الدولار، والمواطن نفس العمليه يجي ما يشتري سوم بسبب ارتفاع الدولار. من هذا وتقلبنا على الليرة التركية ارتحنا رياحة شغلة كبيرة ما بتتصور. ليش؟ مثال انه اليوم كيلو سكر حقه ليرة تركية، قامت مجال المواطن دفع الليرة التركية مشي.